أعزائي المشاهدين، مرة أخرى مع برنامج العيادة، والنهاردة هنكمل حديثنا عن العقم وأطفال الأنابيب والحقن المجهري، وهنتكلم عن الجديد في علاج العقم وأطفال الأنابيب. طبعا احنا كنا قلنا قبل كده ان تفسير العقم او بنقول عليه اكتر تاخر الانجاب هو مرور سنه من الزواج والزوج والزوجه موجودين مع عدم حدوث الحمل. يعني ايه موجودين؟ يعني ما يكونش الزوج مثلا بيسافر او حاجه، فبالتالي وموجود وقت الاباضه بتاعت الزوجه اللي هي بتبقى دايما من اليوم ال 12 لل 18، وبيحصل علاقه زوجيه بطريقه طبيعيه. ولو مر سنه ما حصلش حمل يبقى دي تعتبر تاخر في الحمل. تأخر في الحمل ممكن يكون أولي أو ثانوي. ممكن الأولي اللي هو أول ما بيتجوزوا، الثانوي اللي هو لو هي متجوزين وحصل ولادة وحصل حتى حمل وحصل إجهاض بعد كده وبعد كده تأخر حدوث الحمل، يبقى دي في هذه الحالة يبقى يعتبر ده تأخر في الحمل ثانوي، وده ليه أسباب وده ليه أسباب. طيب طبعا احنا دايما بنقول لما بيحصل تأخر في الحمل لابد من عمل فحوصات للزوج والزوجة علشان نقدر نعرف مين السبب في تأخر الحمل، لان احنا يعني تقريبا 40% من حالات تأخر الحمل بيكون الزوج هو السبب فيها، وده سهل جدا اكتشافه، لان اكتشافه بيتم عن طريق ان احنا بنعمل تحليل للسائل المنوي للزوج، نشوف إذا كان في مشكلة عنده في الحركة، في عدد الحيوانات المنوية، إذا كان في عدد المشوه أكتر من الطبيعي. هو دايما احنا بنقول عدد المشوه دايما بيكون اللي هو الحيوانات المنوية اللي غير طبيعية بتكون 15% طبيعي و85%، يعني بنسمح لحد 85% يكونوا أبنورمال. أكتر من كده بيبقى فيها صعوبة شوية في حدوث الحمل، وطبعا الموضوع دوت ليه علاجات كثيرة، وطبعا بنشوف الزوج من جميع النواحي مش بس من نواحي الحمل المنوي. ممكن نشوف من اذا كان في ساعات بيبقى فيه المشكله نفسها مشكله في الانتصاب عند الزوج، ممكن ما يكونش غير قادر على ان يحصل علاقه زوجيه، فبالتالي لو في اي مشاكل عند الزوج اللي هي بتمثل 40% من حالات تاخر الحمل بنخليه يراجع طبيب الذكوره، وطبيب الذكوره بيقدر يديله العلاج المناسب. لو طبعا النقص في الحيوانات المنويه ده كان شديد جدا او كان في مشكله مفيش حيوانات منويه، بنضطر ناخد عينه من القصه. الحاجات دي كلها بنلجا فيها للاخصاب المساعد اللي هو موضوع الحلقه بتاعتنا النهارده. طبعا موضوع ان احنا نشوف الزوج الاول دي اسهل حاجه. ليه؟ لان الزوج تحليله سهل جدا، احنا بنجيب منه تحليل السائل المنوي بنخلي يحصل ما يحصلش علاقه زوجيه لمده من 3 ل 5 ايام، وبعد كده بنطلب منه ان هو يجيب لنا عينه. العينه دي بيتم تحليلها بنقدر نعرف طبعا ليها كرايتيريا معينه، وطبعا زمان قبل ما يبقى في حاجه اسمها الدبليو اتش او كرايتيريا، منظمه الصحه العالميه عملت كرايتيرياز معينه بيبص عليها الناس كلها ونقدر ان احنا نحكم بيها بالعدد الحيوانات المنويه والحركه، وده اللي هنكمله بعد الفاصل ان شاء الله. مرة أخرى أعزائي المشاهدين، إحنا بنكمل موضوع الحلقة بتاعتنا وهو علاج العقم بصفة عامة وبالذات في حالات أطفال الأنابيب أو الحقن المجهري إزاي بنلجأ لهم. فكنا بنتكلم الأول على موضوع الزوج وإن إحنا بناخد له عينة من الزوج وبنحللها وبنعرف إذا كان في مشكلة عند الزوج، ولو المشكلة موجودة عند الزوج طبعا بيروح لدكتور الذكورة الأول أو بنلجأ للحقن المجهري أو أطفال الأنابيب أو تلقيح صناعي أكوردنج للكيس بتاعتنا. نيجي للموضوع التاني بقى، خلصنا موضوع الزوج وتأكدنا إن هو سليم أو كان في مشكلة وراح لطبيب الذكورة، بنشوف الزوجة بقى. هنا في طبعا لازم نبقى عارفين إن هي بتمثل برضو 40% من حالات تأخر الإنجاب. طب ال 20% الباقيين، دول التأخر في الحمل غير مفسر السبب، ما بيبقاش في مشكلة عند الزوج ولا عند الزوجة. وعشان نقول إن في تأخر في الحمل غير مفسر السبب يبقى لازم يكون الزوج سليم تماما، وتكون الزوجة احنا عملنا لها كل التحاليل اللازمة عشان نقدر نقول إن ما عندهاش مشكلة. طب إيه هي التحليل اللي احنا بنعملها للزوجة بقى؟ احنا بنبدأ أول حاجة لازم لما احنا بنشوف الأعضاء التناسلية عند الزوجة فيها المبايض، عندنا المبايض، عندنا قنوات فالوب، عندنا الرحم، عندنا المهبل، الحاجات دي كلها لازم نشوفها. أول حاجة بنسألها إذا كان بيحصل علاقة زوجية بطريقة طبيعية، في عندها ما فيش عندها مشاكل. كتير جدا من البنات الصغيرين أول ما بيتجوزوا بيكونوا مش عارفين طبيعة العلاقة الزوجية، في عندهم تشنجات، حاجات لا تسمح بإن يحصل علاقة زوجية كاملة، فدي بيتم علاجهم طبعا بالذات البنات الصغيرين اللي
لسه ما تعودوش على العلاقة الزوجية بيتم علاجهم بطريقة بسيطة، وغالبا دي بتحصل في أوائل الزواج بالذات اللي بيتجوزوا في سن صغير. نيجي بعد طيب احنا معانا اتصال. أم جودي اتفضلي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا دكتور، أنا الدواء البرد غلباني بقالها دلوقتي 16 يوم. أيوه. حضرتك عندك كام سنة؟ 24. طيب حضرتك متجوزة بقالك قد إيه؟ بقالي 3 سنين. حاليا بتستعملي وسيلة لمنع الحملة أو حاجة؟ أنا بعد ما جبت جودي ركبت اللولب وبعدين شيلته بقالي 5 شهور دلوقتي. طيب والدورة متأخرة، طب حضرتك عملت اختبار حمل؟ عملت أيوه التست عندي في البيت بس ما بانش فيه، وبعدين رحت للدكتور بتاعي عمل لي تيست تاني برضه ما بانش، وكشف عليا بالسونار قال لي ما فيش حمل. فبعدين اداني حقنتين كده عشان قال لي ينزلوا البريود او لو في حمل هيثبته. طيب فبعدين انا خدتهم، بس في ناس نصحوني ان انا اروح اعمل تحليل دم. ايوه. فرحت عملته، بان امبارح النتيجه ان في حمل. يبقى حضرتك حامل. بس رحت للدكتور كشف عليا بالسونار قال لي مفيش باين حاجه عندي خالص. التحليل الرقمي كان كام ولا ما عملتيهوش تحليل رقمي؟ لا ما عملتش تحليل رقمي. أوكي. هو مكتوب بس في التحليل انه بوزيتيف بس مش مكتوب حاجه ثانيه. حضرتك متعوده ان الدوره بتجيلك مش منتظمه ولا هي منتظمه بصفه عامه؟ لا بتجيلي كل شهر، بس لو غابت بتغيب بيومين ثلاثه بس. طيب لكن انا الدكتور قال لي هنستنى 10 ايام وبعدين هنشوف هنعمل سونار تاني، يا اما ممكن يكون الحمل خارج الرحم. طيب ده مهم جدا، انا هجاوب على حضرتك حالا. طيب هي دلوقتي طبعا ام جودي دلوقتي عملت تحليل، الدوره غابت عليها. اول حاجه دايما بنقول اول ما الدوره تتاخر دايما بنفكر في اول حاجه ان يكون حصل حمل. فالحاجه اللي احنا بنعملها ان احنا بنعمل اختبار حمل في الدم، نشوف اذا كان في حمل ولا فيش حمل. هي عملت في البيت ما بانش، عملت اختبار في الدم فظهر ان في حمل. لازم تعمل تحليل رقمي يعني كوانتيتيف اللي هو بيبين كميه الهرمونات قد ايه. دي مهمه ليه؟ لان التحليل الكوانتيتيف دوت هيقدر يقول لنا اذا كانت الحمل دوت ثابت ولا مش ثابت. يعني ساعات ممكن يكون التحليل بس حمل كيميائي بيظهر عدد قليل جدا من البيتا اتش سي جي او هرمون الحمل دوت، بيظهر يعني كميه قليله جدا ما بيبقاش اساسا الحمل كامل. وبعد كده بيمكننا بقى ان احنا نعرف اذا كان الحمل ده داخل الرحم ولا خارج الرحم. ازاي؟ المفروض ان احنا عشان نقول ان الحمل داخل الرحم لازم نشوف كيس الحمل داخل التجويف الرحمي عن طريق الاشعه التلفزيونيه المهبليه لما يوصل العدد البيتا اتش سي جي او عدد هرمون الحمل لاكثر من 1000. فاحنا لازم الاول نتابع هل هو وصل ل 1000 ولا وصل ل 1000، يبقى لابد من وجود كيس داخل الرحم. لو ما فيش كيس داخل الرحم بنتابع الدبلنج اللي هو المفروض ان هو بيزيد بنسبه تقريبا الضعف كل يومين في 60 او اكتر من 60 في 70% من الحالات، المفروض ان هو ده اللي يحصل. لو لقينا ان ما فيش كيس داخل الرحم ولقينا ان الهرمون نفسه بيزيد بنسب قليله جدا، لما بيزيد لكن النسبه ما هياش بتزيد زياده، يبقى غالبا ده حمل خارج الرحم. يبقى ايه اهميه ان احنا نعرف الموضوع دوت؟ الاهميه دي حاجه مهمه جدا، لان لو هو مثلا الحمل بطريقه طبيعيه يبقى هنخليه يكمل. ممكن يكون في بعض الاحيان بيتاخر ظهور الكيس لان ممكن تكون الاباضه نفسها حصلت متاخره. لكن لو كانت الحمل خارج الرحم ديت بقى موضوع خطير، لان لو حمل خارج الرحم غالبا يعني بنقول حمل خارج الرحم بيبقى في قنوات فالوب، غالبا الحمل ده ما بيكملش، يعني غالبا الحمل دوت مش هيكمل، الانبوبه هتنفجر لو سيبنا الحمل ده يكمل. فاحنا كل ما بنكتشفه بدري كل ما ديت في صالحنا، لان احنا نقدر ان احنا في الحالات ديت بدل الاول زمان خالص قبل ما يبقى في مناظير، قبل ما يبقى في التحاليل الهرمونات الحاجات دي كلها، كان الحمل خارج الرحم دوت حاجه مميته لانه بيحصل نزيف داخلي للسيده لما بيحصل انفجار لقنوات فالوب وبيضطروا يعملوا لها عمليه فتح بطن ويستأصلوا قنوات فالوب. حاليا الموضوع بقى اسلس شويه مع التقدم العلمي، بقينا نقدر ان احنا نعمل عمليات مناظير ومن غير ما نعمل في عمليات فتح بطن نقدر ان احنا نشيل قناه فالوب او نشيل الحمل اللي خارج الرحم من قناه فالوب. التقدم العلمي الاكثر من كده ان احنا دلوقتي بقينا ممكن ان احنا ندي حقن معينه، الحقن ديت بتقدر انها تخلي الجنين نفسه ما ينموش داخل قنوات فالوب اللي هي حقن الميزوتريكسيت. فنقدر لو احنا عرفناها بدري وحجم الحمل اللي خارج الرحم اقل من 3 سم ممكن احنا ندي حقن الميزوتريكسيت ديت، فبالتالي ما يخليناش نلجا لاي عمليات جراحيه.
طيب احنا عندنا ام كريم. الو. ايوه. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا فندم؟ ام كريم محافظه الفندق. اتفضلي يا فندم. اموري. ايوه انا حامل دلوقتي في اخر دوره جاتني، ف دور يوم 3/1. اوكي. بعدين عملت اختبار حمل، كنت رحت حامل. انا عندي بنت عندها سنه وثلاث اشهر. اوكي، ربنا يخليها لك. وبرضعها. ودلوقتي الحمل، الدكتور قال لي الحمل ضعيف، فاداني مثبتات للحمل، يعني حقن الحمل للتثبيت. حقن مثبته. ودلوقتي المغص على طول دايما معايا ومش عايز يروح. طب والسؤال هنا، والدم يعني تنزل معايا؟ في دم بينزل برضه؟ ساعات يعني. طيب انا هقول لحضرتك. طيب هي دلوقتي طبعا لازم نعرف حاجه، هي دلوقتي بترضع وحصل حمل. اول حاجه ملاحظه بنلاحظها ان في بعض السيدات بيفتكروا ان هو مع الرضاعه الطبيعيه ان ممكن دوت يمنع الحمل. هو ممكن يمنع الحمل في بعض الاحيان، لكن مش وسيله مضمونه. يعني لو حد لا يرغب في حدوث الحمل لابد من استخدام وسيله لمنع الحمل مع الرضاعه. هي الرضاعه ممكن انها في بعض الاحيان هرمون البرولاكتين العالي دوت بيمنع التبويض بصفه عامه، لكن طبعا مش على طول، لان ممكن يحصل اباضه في بعض الاحيان في بعض السيدات، وكتير جدا من السيدات تلاقيهم حوامل اثناء فتره الرضاعه. فعشان كده بنقول انها ما هياش وسيله فعاله جدا لمنع الحمل. فلو هي كانت لا ترغب في حدوث الحمل كانت لابد من استخدام وسيله من الوسائل، اللي هو في وسائل كتيره جدا ممكن تستخدم اثناء الرضاعه. حاجة تانية، هي حملت دلوقتي، الحمل اللي هي بتقوله هي حامل طبعا، وعملت اختبار حمل وطلع في حمل. الطبيب طبعا واضح ان هي بتقول الحمل ضعيف، فهي ديت دليلها ان هو بيحصل نزيف. طبعا لما بيحصل نزيف او نقط بسيطة وقت الحمل ده بنقول عليها اجهاض منذر. يعني ايه اجهاض منذر؟ يعني 50% من الحالات ممكن ان هو يكمل، و50% ممكن يحصل اجهاض، يبقى اجهاض حتمي او اجهاض منسي، اللي هو النبض بيتوقف او بينزل الجنين. فاحنا في الحالات دي طبعا بنقول للست لازم تلتزم بالراحه في البيت، ما يحصلش علاقه زوجيه، وتعمل اشعه تلفزيونيه تشوف اذا كان الجنين ظهر فيه نبض ولا لا. لان لو احنا ظهر بدا يظهر نبض في الجنين، يبقى غالبا الجنين ده هيكمل ومش هيبقى فيه مشاكل. فهي تلتزم بالراحه، تاخد الادويه المثبتات لو الطبيب بيديها لها، لان ممكن يكون دوت ناتج عن نقص البروجسترون، فهو بيدي لها مثبتات في هيئه بروجسترون، او وتتابع الحمل. لو الجنين كمل يبقى ان شاء الله هيكمل بطريقه جيده ومش بيحصل فيه اي اعاقات او اي حاجه. نرجع للموضوع بتاع الحلقه بتاعتنا، احنا كنا عمالين نتكلم ايه هي الفحوصات اللي بتتم للزوجين قبل ما عشان نشخص العقم الاول. وقلنا ان اول حاجه بنعملها كانت للزوج، دلوقتي بنعمل للزوجه، بنشوف ايه السبب اللي بيحصل فيه تاخر الحمل. وقلنا ان ممكن يكون المشكله موجوده عندها في الاباضه، دي بنعرفها ازاي؟ بنعرفها عن طريق ان احنا نعمل هرمون البروجسترون في اليوم الـ21. دوت بيقول لنا المفروض ان هو يكون اكتر من 10، لو هو اقل من 10 يبقى غالبا في مشكله عندها في التبويض، وديت بتحصل اغلب الاوقات للناس اللي عندهم تكيسات على المبايض. ودي اكتر حاجه اكتر مشكله بتواجه السيدات اللي عندهم مشكله في التبويض، هي تكيسات في المبيض. المبيض نفسه ما بينتجش بويضات جيده، وليه كاركترستيك بنقدر ان احنا نشوفها لو عملنا اشعه تلفزيونيه، بنقدر نشوف الشكل العنقودي بتاع اللي موجود حوالين المبيض، عامل زي ما يكون عقده حوالين المبيض. دوت بنشوفه بالاشعه التلفزيونيه، نعمل تحليل هرمونات، نلاقي تحليل التستوستيرون اللي هو الهرمون الذكوري مرتفع، نلاقي ان السيده نفسها لما نيجي نبص عليها خارجيا نلاقيها وزنها في اغلب الاوقات، طبعا لان في اغلب الاوقات وزنها بيكون زايد عن الطبيعي. في بعض الاحيان طبعا ما بيكونش زايد، بس بنقول ده اغلب الاوقات. شعر زايد بيكون موجود في الجسم، الدوره مضطربه ما هياش منتظمه، وده الدليل عندنا ان ما فيش انتظام في التبويض. بنضطر في الحالات اللي زي كده بنقدر ان احنا نشخصها وبندي لها العلاج اللازم. طيب احنا معانا سناء. سناء اتفضلي. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك؟ ازيك يا سناء، ازي حضرتك؟ اتفضلي. ازيك يا دكتور؟ كنت عايز استفسر على حاجه لو سمحت. اتفضلي يا فندم. كان عندي تعب تقل من تحت جامد كده، مع وجع في ظهري جامد في جنابي،
فانا رحت الدكتور كلى ومسالك وكده، قال لي برضو قولون. ورحت الدكتور نسا قال لي انت عندك احتقان في الحوض كله، لما الدم وصل لفوق عمل تضخم بسيط في الرحم. فانا دلوقتي لحد دلوقتي لسه تعبانه، بدخل على شهر اهوت، ومش عارفه هل ده القولون فعلا ممكن يوصل للمنطقه دي ولا حاجه خاصه بالنسا لو سمحت. لا يعني حضرتك عندك الام شديده في اسفل البطن بقى لها فتره. بقى لها دخلت على شهر. بعتوه لي جامد يا دكتور، وشد شد جامد. ليها علاقه بالدوره ولا ملهاش علاقه؟ لا مش علاقه بالدوره. لا طيب يعني الالام ديت موجوده في الحوض حضرتك يعني ولدتي؟ انا والده قيصري من 14 سنه، يعني انا ارمله يعني. طيب حضرتك يعني حضرتك ما بتستخدميش اي ادويه او اي حاجه؟ لا ما فيش اي حاجه. طيب انا هقول لحضرتك حاجه، احنا لازم نعرف حاجه مهمه جدا. السؤال اللي هي بتساله مهم قوي. ليه؟ لان الام اسفل الحوض ديت ده مرض اللي هو يعني دي من ضمن الحاجات الشائعه جدا اللي السيدات بيشتكوا منها، وبيشترك فيها كذا تخصص. يعني قصدي احنا بنقول دايما ان حاجه من هم ثلاث حاجات ممكن ندور عليهم. هل هي مشكله في المسالك البوليه؟ هي مشكله في لان المكان في الحوض دوت بيبقى موجود القولون، موجود الرحم والمبايض، وموجود في نفس الوقت الحالب والمثانه. فدايما بنقول ان لازم ان احنا نفحص السيده اللي بتعاني من الام في اسفل الحوض. يبقى في اول حاجه طبيب النساء بيبص عليها يشوف لو كان في مشكله في الرحم، ممكن يبقى مرض الاندوميتريوز البطانه المهاجره في بعض الاحيان، ممكن ان هو بيعمل زي اكياس دمويه على المبايض، ده ممكن يسبب الام شديده في اسفل الحوض. طبعا الحاجات دي بتبقى، عشان كده انا سالتها هل هي ليها علاقه بالدوره، فقالت لا. فلما بيبقاش ليها علاقه بالدوره قليل جدا لما بتكون السبب فيها مشاكل نسائيه، مشاكل امراض نساء. لكن هي بعض الاحيان طبعا لازم تعمل الفحوصات، لازم تعمل اشعه تلفزيونيه ونتاكد ان هي ما هياش مشاكل في الامراض النساء. ممكن تكون مشاكل في القولون، ممكن تكون مشاكل في المسالك البوليه. بتعمل تحليل بول ومزرعه تقدر تعرف اذا كان في عندها التهاب في المثانه ولا لا، طبيب المسالك البوليه ممكن هو يبص عليها. وفي الاخر خالص بنقدر ان احنا نصل الى التشخيص الحقيقي وبندي لها العلاج اكوردنجلي. طيب نكمل الموضوع بتاع الحلقه بتاعتنا. وقلنا ان احنا بعد ما بنعمل الفحوصات للسيده نشوف اذا كان في عندها مشكله في التبيض ولا لا، في حاجه بقى مهمه جدا ما بتظهرش بالاشعه التلفزيونيه اللي هي قنوات فالوب. بنبدا نعمل تحليل لقنوات فالوب ازاي؟ ان احنا نقدر نشوف اذا كان البيتنسي او قنوات فالوب مسدوده ولا لا. ان احنا يا اما بنعمل اشعه بالصبغه على الرحم يا اما بنعمل منظار. طيب ايه هي الاشعه اللي بالصبغه على الرحم؟ احنا بنحقن صبغه معينه عن طريق المهبل، والمريضه ما بتبقاش نايمه ولا حاجه، بتبقى صاحيه. بعض السيدات طبعا اللي هم بيكونوا سنسيتيف شويه للالام ممكن احنا ندي لهم بنج، بس لكن ده مش الوضع الطبيعي. الوضع الطبيعي انها بتعمل وهي صاحيه السيده. بنحقن الصبغه وبنشوفها معديه من قنوات فالوب، وبناخد لها اشعات دوريه نقدر نعرف اذا كانت الصبغه عدت ولا في مشكله في قنوات فالوب، انسداد في قنوات فالوب بنقدر ان احنا نعرف. لو لقينا في انسداد في قنوات فالوب، او لقينا في التصاقات بتبان حوالين قنوات فالوب، في بعض الاحيان لما نلاقي الضاي او الصبغه نفسها ما هياش ما تنقلتش في الحوض بطريقه طبيعيه، بنعمل عمليه منظار. المنظار دوت بيقدر، منظار البطن العادي بيقدر ان هو تشخيص، يقدر ان هو يوري لنا لو كان في اي مشكله في قنوات فالوب. ولو في نفس الوقت مرض البطانة المهاجرة اللي هو الاندوميتريوزس بيقدر ان هو يبان، بالذات لو كان في اكياس دموية بنقدر ان احنا نعالجها في نفس اللحظة عن طريق ان احنا نعمل لها استئصال الاكياس الدموية ديت، او ان احنا نشوف لو في التصاقات حوالين قنوات فالوب. في بعض الاحيان بنضطر ان احنا نفك التصاقات ديت على امل ان احنا نرجع تاني قنوات فالوب تبقى مفتوحة، يقدر الصبغة تعدي منها، ونقدر نتأكد كده في نفس اللحظة عن طريق المنظار. لقينا ان قنوات فالوب في بعض دي بقى مهمه جدا في الاعداد لاطفال الانابيب، لان في بعض الاحيان بتكون قناه فالوب نفسها متضخمه. لو قناه فالوب نفسها متضخمه يبقى احنا ساعتها لابد ان احنا نقفل قناه فالوب. نقفلها ازاي؟ ان احنا يا اما بنفصلها عن الرحم، لان لو قناه فالوب ديت مسدوده وفيها سائل، السائل دوت ممكن هو يرجع عن طريق قناه فالوب ويؤذي حتى الاجنه اللي هي موجوده داخل الرحم، يعني يقلل لنا من فرص النجاح حتى في اطفال الانابيب او في الحقن المجهري. يبقى في هذه الحاله لازم ان احنا نقفل قناه فالوب او نعملها ديسكونكشن، نفصلها عن الرحم بحيث ان السائل اللي موجود دوت ما يرجعش تاني داخل الرحم، فبالتالي يمنع لنا التصاق الجنين في بطانه الرحم.
نيجي بعد كده للجزء الثاني، ان احنا بنعمل طبعا اشعه تلفزيونيه نشوف اذا كانت في اورام ليفيه موجوده ولا لا. في بعض الاحيان الاورام الليفيه ديت ممكن تسبب عائق لحدوث الحمل. ازاي بتسبب العائق لحدوث الحمل؟ لو هي موجوده داخل التجويف الرحمي. عشان كده بنقول مش اي سيده بتعاني من اورام ان ديت لازم تكون بتمنع حدوث الحمل، لان كتير جدا احنا ياما حصلت كل اطباء النساء حصل لهم ان هم اثناء الولاده نفسهم بيلاقوا اورام ليفيه، واورام ليفيه ممكن توصل لاحجام كبيره جدا، لكن وضعها نفسه بيكون خارج في الجزء الخارجي من الرحم، ما بيكونش في الجزء الداخلي، فبالتالي ما بيأثرش على حدوث الحمل. لكن لو هي موجوده داخل التجويف الرحمي هي دي بقى المشكله. ساعتها يبقى احنا لازم ان احنا يا اما نستأصلها، يا اما نعمل لها منظار رحمي، يا اما يعني ليها طبعا مانجمنت. وغالبا لابد ان التجويف الرحمي يكون جيد قبل حدوث الحمل. طيب احنا معانا ام محمد. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا ام محمد؟ سمعت يا دكتور، انا بنتي متجوزه بقى لها 6 شهور. كويس. وراحت كشفت وعملت تحليل هي وجوزها، فكان في عندها يعني لزوجة عند الزوج، وهي عندها تأخير في التبويض. اوكي. فقلت يعني عايزه اطمن، هل يعني هي بنت حضرتك عندها كام سنة؟ هي عندها 21 سنة. طيب. اوكي هي طيب انا هقول لحضرتك حاجة. طيب هي بنت ام محمد عندها 21 سنه ومتجوزه بقى لها 6 شهور. طبعا احنا بنقول 6 شهور ديت بالنسبه لسن 21 سنه لا ما تعتبرش متاخره في حدوث الحمل، لكن هي في بتقول عندها مشكلتين. في مشكله عند الزوج ان وجود اللزوجه، اللزوجه دي طبعا حلها سهل، احنا ندي ادويه معينه عشان خاطر اللزوجه تحسن اللزوجه بتاعت الحيوانات المنويه. المهم ان يكون العدد جيد ويكون الحركه كويسه، ما يكونش في عدد مشوه كتير، بندي له علاج وغالبا بيستجيب للعلاج ديت، حاجات بتداوب بتخلي اللزوجه اقل بكتير، فبالتالي بيحصل بتزود فرصه حدوث الحمل. بالنسبه للزوجه بتقول عندها تبويض ضعيف، تبويض ضعيف دوت يعني في اي صوره؟ هل هي مثلا عندها الدوره مضطربه؟ الحاجات دي كلها بنقدر نعرفها عن طريق ان احنا بنعمل تحاليل هرمونات. هل هي مشكلتها مثلا ان الدوره ما بتجيلهاش خالص بسبب نقص في هرمونات الغده النخاميه اللي هو الاف اس اتش ولا ال اتش، ولا هل هي مشكله في مثلا وجود تكيسات على المبيض بتمنع ان التبويض يبقى منتظم؟ في اي حال من الاحوال الحل بتاعها طبعا ان هو ندي ادويه تنشيط تبويض. السؤال الملح هنا، هل هي في سن 21 سنه قبل ما ندي لها ادويه تنشيط التبويض نعمل لها اشعه بالصبغه ولا لا؟ يعني احنا بنقول دايما احنا هندي لها الادويه من دلوقتي، دايما بنفكر للحاله ككل. يعني طبعا المفروض لو احنا نتكلم بيزك ساينس، المفروض ان احنا قبل ما ندي اي ادويه تنشيط نبقى متاكدين ان قنوات فالوب سالكه وما فيش فيها مشكله. لكن بالنسبه لواحده عندها 21 سنه وما عملتش عمليات قبل كده ومش منتظر ان يكون عندها مشكله في قنوات فالوب، ممكن ان احنا نبدا بندي ادويه تنشيط تبويض ومتاكدين ان الزوج سليم، بحيث ان احنا مش لازم نعملها اشعه بالصبغه، يعني نستنى 6 شهور على ادويه تنشيط تبويض. لو ما حصلش حمل يبقى نخش بقى بعد كده في موضوع ان احنا نعمل لها اشعه بالصبغه نشوف اذا كانت قنوات فالوب سالكه ولا لا. نرجع تاني لموضوع الحلقه بتاعتنا، وكنا بنتكلم على ازاي نقدر ان احنا نعرف اذا كانت القنوات فالوب سالكه ولا لا، وقلنا ان احنا نعمل يا اما اشعه بالصبغه يا اما منظار، وممكن في نفس الوقت نعمل اجراءات جراحيه مع المنظار، وبنشوف التجويف الرحمي لو لقيناه سليم ولا مش سليم. بنيجي للتشخيص النهائي بقى في الاخر خالص، هل هي المشكله موجوده عند الزوج ولا المشكله موجوده عند الزوجه، ولا المشكله تاخر في الحمل غير مفسر السبب اللي بيحصل في 20% من الحالات. وانس ان احنا وصلنا للتشخيص بنقدر ان احنا نتجه للعلاج، كل حاجه ليها العلاج بتاعها. مهم جدا على الطبيب ان وقت ما بيختار العلاج ان هو يشوف برضو، ما بيبصش على الحاله لوحدها، كل حاله لوحدها، يبص للكابل الاثنين المتزوجين على انهم حاله واحده. طيب احنا معانا ام احمد. ايوه ام احمد اتفضلي يا فندم. ايوه انا عندي يا فندم 64 سنه. اهلا وسهلا. وخلفت قبل كده 3 مرات من زمان قوي طبعا في الثلاثينات، وخلصت الموضوع ده، وبعدين كان عندي اورام ليفيه وقالوا لي ان هي بعد الدوره ما تتقطع تضمر وتخلص خالص. صح. وبعدين الحمد لله ما شلتش رحم ولا عملتش حاجه والاورام ضمرت وقطعت الدوره سن 56 سنه. طيب. بس وبعدين فوجئت بقى الايام ده اهي ان نزل عليا دم زي دم الدوره كده. اه. ف
فالمهم رحت كشفت وقالوا لي اعمل اشعه احتياطي وبتاع. قالوا لي الدكتور قال لي لا ما فيش حاجه، ده انت بس اتضايقتي ولا حاجه. قلت له اه مريت بازمه كده وعدت الحمد لله. اداني ادويه وتشطيف وحاجات زي كده وبس والحمد لله. انا بقيت الحمد لله الحاجات دي راحت والافرازات وكله، بس انا خايفه لان هي الاشعه لسه ما طلعتش. انا خايفه لا يكون ده حاجه، لان انا عندي في الوراثه في عيلتي ناس عندهم كانسر. اوكي، ايه نوع كانسر اللي عند اللي قرايب يعني؟ لا يعني في حد يعني. الوالده او الاخت كان عندهم كانسر ايه؟ كان عندهم اللي هي كانسر اللهم صل على محمد، حاجه في الثدي مثلا؟ لا مش في الثدي، مش في الثدي. طيب. حاجه في الكتف كده. اوكي. طيب. مش في الرحم يعني عموما. لان جالهم في سن كبير. طيب لا انا هرد على حضرتك حالا. طبعا دلوقتي هي دلوقتي بتقول ان جالها نزيف بعد انقطاع الدوره اللي هو بوست منفوزا بليدنج دوت. يعني دي حاجه مهمه جدا ان اي سيده لو هي الدوره قطعت عنها وجالها بعد كده نزيف لازم تعمل عمليه عينه من الرحم، لازم نشوف ايه سبب النزيف دوت. لو هي متاكده ان النزيف بتقول جاي زي الدوره احنا حاجتين لازم نعملهم، لازم والحاجات اللي انا بقولها دي لازم تتعمل لكل السيدات. لازم مسحه من على عنق الرحم ديت المفروض انها بتتعمل ديت عشان نشوف اذا كان في اي خلايا نشطه عند عنق الرحم. دي المفروض تتعمل بعد سن ال 40 لكل السيدات، مره مرتين ثلاث مرات كل سنه، وبعد كده لو ظهرت نيجاتيف ممكن تبقى كل ثلاث سنين. لو وطبعا الفحص الدوري للسيدات ده لازم يبقى كل سنه بعد سن ال 40، لازم كل سنه تزور الطبيب يعمل لها تشيك على الثدي، يبص لها على عنق الرحم، ياخد لها عينه، يعمل لها اشعه تلفزيونيه. الحاجات ديت لازم تتعمل سنويا بعد سن ال 40 اللي هو كشف الدوري اللي هي بنقول الاباف 40 كلينيك اللي هي عياده ما فوق ال 40. بعد كده السيدة عندها نزيف، النزيف اللي حصل لها ده بنعتبره نزيف، لابد من ان احنا نعرف سببه. البيزك ان احنا لازم نعمل عينة من الرحم، لازم ناخد عينة من الرحم، لازم تاخد عينة من الرحم وتحللها ونقدر نعرف السبب ايه، لان ممكن يكون في خلايا نشطة، ممكن يكون في لا قدر الله اورام خبيثة. الحاجات دي كلها بنقدر نعرفها عن طريق العينه اللي من الرحم، بالذات لو كانت سمك جدار الرحم تخين. يعني كتير جدا من الحالات اللي هم جولنا بيبقى بنقيس سمك جدار الرحم، بطانه الرحم يعني، نشوف لو بطانه الرحم سميكه يبقى لازم نعمل لها عمليه عينه، ناخد منها عينه. ولو هي طبعا حاجه ما هياش حميده، لو هي خبيثه او حاجه، بنلجا لعمليه استئصال الرحم، او طبعا ده بعد ما نعمل اشعه تلفزيونيه ونحضرها تحضير جيد. نرجع تاني لبقيه الموضوع الحلقه بتاعتنا. بعد ما شخصنا الحاله بنشوف بقى هنلجا للعلاج التقليدي ولا لا. وقلت دايما ان احنا بناخد الكابل او بناخد الزوج والزوجه كانتيتي واحده، كانهم شخصيه واحده. بنشوف هل هي مثلا الزوجه سنها كبير ولا لا، لان عمر الزوجه دوت بيبقى مهم جدا بالنسبه لنا. لو العمر متقدم يبقى ما عندناش الرفاهيه بان احنا نجرب الطرق التقليديه لفتره طويله. يعني في بعض الاحيان السيده بتكون جايه متزوجه متاخر مثلا، او دي تاني زواجه ليها وما فيش عندهم مخزون مبيض من البيضات، زي ما احنا عارفين ان هو بيتناسب طرديا مع السن. فلو ان السن متقدم فوق ال 38 سنه مخزون مبيض البيضات بيكون اقل شويه، مع تقدم العمر اكتر بيقل، فيبقى ديت الفتره الكريتيكال. لو هي السن صغير جدا ممكن نتبع الطرق التقليديه العاديه، يعني لو عدد الحيوانات المنويه قليل مثلا ممكن احنا ندي ادويه تنشيط للزوج لو كان السن الزوجه صغير. احنا معانا ام شروق، اتفضلي يا ام شروق. اتفضلي يا فندم. ايوه دكتور. ايوه. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. وطي التلفزيون واسمعينا من التليفون. وطي التلفزيون. حاضر. ايوه يا فندم. اموري. دكتور. اموري يا فندم. عايز اسال حضرتك سؤال. اموري. انا عندي 30 سنة. كويس. عندي 30 سنة. كويس. عايز اسال حضرتك يعني عايز اقلع اللولب. ايوه. فممكن يعني لازم تكون الدورة عليا ولا مايش موجودة؟ لا يعني ممكن تشتريه في أي وقت. يعني مش شرط يعني تكون الدورة موجودة؟ لا. حضرتك بقالك قد إيه مركباها؟ أنا بقالي 5 سنين. 5 سنين؟ طيب. وحضرتك مخلفة قد إيه؟ أنا
معايا 3 أولاد. طب عايزة تحملي في الرابع؟ ان شاء الله ان شاء الله. طيب ممكن طبعا هي ممكن تشيل اللولب في اي وقت. هو انا بسالها هي مخلفه قد ايه، لان هي في اعتقاد خاطئ ان اللولب لازم يتغير على طول. هو دايما بنقول لو اللوب الايوديل راكب ومفيش منه مشاكل ممكن يقعد اكتر من 5 سنين. يعني زمان كنا بنقول 5 سنين وخلاص، 5 سنين وخلاص بس يعني ممكن لو هي لا ترغب في حدوث الحمل وهو مش عامل اي مشاكل ممكن احنا نزود، ممكن نصل لحتى 7 سنين وعشر سنين لو هو مش عامل اي مشاكل. يعني مش لازم تغييره على طول. وفي نفس الوقت احنا بنقول ان هي لو عايزه تشيله ما فيش اي معاد لشيله، يعني ممكن يتشال في اي لحظه، مش لازم الدوره تكون موجوده ولا اي حاجه، بتروح لطبيبه وبيشيله لها على طول ما بيبقاش فيه مشاكل، وشيله بيكون اسهل بكتير من تركيبه، يعني ما بيبقاش فيه المشاكل قوي بتاعه التركيب. طيب احنا معانا فاصل قصير ثم نعود بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين مرة أخرى مع برنامج العيادة، وحديثنا النهاردة كان على العقم وأطفال الأنابيب. ونصل للمرحلة بقى الأخيرة، احنا كنا بنتكلم على التشخيص وانس ان احنا بقى لقينا ان السيدة محتاجة انها تعمل عملية أطفال الأنابيب. ايه هي الإجراءات المفروض تتبعها؟ أول حاجة لازم طبعا السيدة تروح لمركز لأطفال الأنابيب عشان تشوف ايه اللي محتاجاه. بنبدأ من الأول خالص إن احنا نشوف كل الفحوصات، بنراجع الفحوصات القديمة والجديدة، بنشوف هل هي محتاجة عمر السيدة، لأن ونعمل تحليل لمخزون المبيض من البويضات. كان زمان بنعمل تحليل الاف اس اتش والال اتش، دلوقتي بقينا بنزود عليها تحليل اسمه الاي ام اتش اللي هو بيزود بيدلنا الفكره عن مخزون المبيض من البويضات. ده اهميته ايه؟ اهميته انه بيعرفنا الجرعات اللي احنا ممكن نديها لها علشان خاطر تنشيط طويل، لان احنا في الحقن المجهري واطفال الانابيب ما بنبقاش محتاجين بويضه واحده. لو في الطبيعي لما بنيجي ادويه تنشيط التبويض اللي احنا بنديها في طرق العلاج تاخر التبويض او ضعف التبويض بصفه عامه، احنا الهدف بتاعنا ان احنا نخرج بويضه واحده، فبالتالي بندي لها اقراص او بندي لها احوان بسيطه علشان خاطر ما نخرجش اكتر من بويضه عشان ما يحصلش حمل في اكتر من جنين. لكن في حالات الاطفال الانابيب او الحقن المجهري الهدف ان احنا نخرج بويضات كتير، فبالتالي بندي لها ادويه كتيره، بنعمل حاجه اسمها سوبر اوفيليشن او الحس الزائد اللي على المبيض، يعني فرط التنشيط، ان احنا بندي لها ادويه تزود البويضات، عدد البويضات اللي احنا بناخدها، وفي نفس الوقت ما تؤديش الى مرض اللي هي متلازمه الحس الزائد اللي على المبيض. معانا بعض الصور هنبص عليها اللي هي بتشرح تقريبا خطوات اطفال الانابيب اللي احنا هنخش هنخوض فيها بعد كده. ده صور الحيوانات المنويه اللي احنا بنشوفها تحت الميكروسكوب ونقدر نعرف ننتقي بيها الحيوانات المنويه علشان خاطر لو هنقدر ان احنا نعمل اطفال انابيب او حقن مجهري. وديت طبعا ديت بيتم تحضيرها بطرق معينه، وبنختار افضل الحيوانات المنويه اللي يا اما اللي بنعالجها يا اما بنعمل بيها اطفال انابيب يا اما بنعمل بيها الحقن المجهري. دي بعض الصور لتشوهات الحيوانات المنويه اللي احنا كنا بنتكلم عليها. احنا طبعا دولت الحاجات اللي احنا ما بنختارهمش وقت ما بنعمل الحقن المجهري، لكن دولت الحاجات اللي هي الشائعه اللي ممكن تبان عندنا، وعشان كده بنقول ان 15% من الحيوانات المنويه لو سليمه بيكفوا لحدوث الحمل بطريقه طبيعيه، ولو اقل من كده بكتير جدا، لكن في حالات الحقن المجهري ممكن نستخدمهم الجيد لعمل. دي صورة اللي احنا بنقوله لما كنا بنقول على ان احنا بندي ادوية تنشيط تبويض عشان يصل بينا للصورة الفوقانية اللي فيها البويضات بالحجم دوت. بيتم سحب البويضات عن طريق المهبل من غير جراحة ولا حاجة، عن طريق السونار المهبلي بيخش وبنسحب البويضات عن طريق السونار المهبلي وتخش جوه التيوب اللي هي موجوده ديت، بيتم فحصها بعد كده في المعمل. ده المعمل هو بيفحص التيوبز اللي بتجيله، بيشوف اذا كانت فيها بويضات ولا ما فيهاش بويضات. لو فيها بويضات بيتم حفظها، وبنشوف عدد البويضات اللي بتفرزها كل سيده. طبعا ده بيتم، طبعا المعمل ده بيكون الكونديشنز بتاعته بتلائم الجسم كل دوت، بيكون في حاجات معقمه جدا وبيتم بطريقه دقيقه جدا وتحت المجهر. وبيتم بقى يا اما عمل اطفال انابيب يا اما حقن مجهري. ديت الصوره بتاعت الحقن المجهري اللي بيتم اللي احنا شايفينها ديت الامبريولوجست او طبيب المعمل وهو بيحقن الحيوانات المنويه داخل البويضه، الحيوان المنوي داخل البويضه. وده الصوره وهي موضحه، التيوب ديت بيكون غالبا جواها حيوان منوي، والحيوان المنوي دوت بندخله داخل البويضه، وبننتظر بعد يومين علشان خاطر نشوف اذا كان حصل اخصاب ولا لا.
دي طريقة حديثة جدا اللي احنا بنعملها علشان خاطر ناخد بويضات من الجنين نفسه، ناخد قصدي خلايا من الجنين نفسه علشان يتم فحصها. لو احنا عايزين نعمل فحص وراثي للأجنة يتم سحب الخلايا ديت ويتم فردها على سلايدز ونقدر نبص عليها ونشوف اذا كان الجنين دوت ذكر ولا الجنين ده انثى. وبيتم طبعا دوت في معمل جيناتكس ونقدر نعرف اذا كان الجنين ده ذكر ولا انثى، او اذا كان الجنين دوت فيه عيوب خلقيه ولا لا. ودي طبعا حاجات حديثه عشان خاطر بعض الامراض الوراثيه اللي بيتم نقلها من الام للاب لو الجنين فيه المرض الوراثي ما بيتمش نقله للام. ده شكل الحيوان المنوي وهو بيخش جوه البويضة. طبعا دي صورة يعني فنية شوية. دي شكل بقى الأجنة نفسها، يعني احنا شايفين الجنين اللي على اليمين دوت لما تكون أربع خلايا. طبعا دولت الأجنة التاني يوم، والأجنة اللي على الشمال دولت تالت يوم، بتصل إلى ستة لتمن خلايا، وده يعتبر جنين جيد ممكن احنا ننقله في اليوم التالت. الحاجة الحديثة بقى اللي احنا بنعملها دلوقتي اللي هي نقل الجنين في اليوم الخامس، ودوت لما بيكون عندنا عدد جيد من البويضات عمل طفرة كبيرة جدا، لان احنا بنصل الى عدد implantation rate عالي جدا اللي هي التصاق الجنين في بطنة الرحم عالي جدا مع اليوم الخامس، وده اللي بدأنا نطبقه. طبعا كل ازاي ان احنا بنصل بالجنين لليوم الخامس مع وجود عدد جيد من الأجنة. لما نصل اليوم الخامس اللي هو البلاستوسيست دوت بيبقى نسبة الحمل بتزيد جدا، لان احنا عندنا كمان فرصة لانتقاء افضل الاجنة اللي هي بتصل لمرحلة البلاستوسيست ديت، نعرف انها اجنة جيدة، فبالتالي مش لازم نرجع اجنة كتيرة، يعني بنرجع اجنة عدد جنين او جنين بيكفوا لحدوث الحمل في هذه المرحلة. ده الشكل الاول كان شكل توضيحي، ده شكل البلاستوسيست او جنين اليوم الخامس اللي هو الشكل الطبيعي زي ما موجود عندنا بالظبط. بيتم ارجاع الاجنه عن طريق عنق الرحم بالصوره ديت، ده من غير بقى بنج ولا اي حاجه، السيده بتيجي بنحط لها السبيكولوم وبيتم ارجاع الجنين داخل الرحم عن طريق عنق الرحم من غير اي الم ولا حاجه. وطبعا العمليه دي لازم يكون بيها طبيب متمرس، يعني ديت اللي بتحدد ان يحصل الموضوع اللي احنا قدامنا انه يحصل حدوث حمل. نرجع بقى لموضوع الحلقه بتاعتنا، وكنا بنقول ازاي بنعد السيده لحدوث الحمل، وقلنا ان احنا بعد ما بنشخص بنبدا نديلها ادويه تنشيط التبيض. لما بنيجي ندي ادويه تنشيط التبيض، الطبيب لازم الاول يديلها ادويه تقلل نشاط الغده النخاميه. ادويه ديت عشان خاطر ما يحصلش ان احنا نيجي يوم سحب البويضات ما نلاقيش بويضات، فبنديلها ادويه علشان تقلل نشاط الغده النخاميه، وبعد كده بنديلها ادويه التنشيط. وحاليا حتى بقت في ادويه ممكن تقلل نشاط الغده النخاميه اثناء ما بنبدا تنشيط التبويض اللي هي الانتاجونست. فيا اما البروتوكول القصير او البروتوكول الطويل، الطبيب اللي بيحدده اكوردنج بقى لكل سيده محتاجه ايه. الهدف ان احنا نطلع بويضات كتيره علشان خاطر البويضات ديت بنقدر ان احنا لما يخرج نيجي بقى في يوم معين بنقول للسيده هنسحب لك البويضات. اليوم دوت بنديلها الحقنه التفجيريه، وبعديها ب 36 ساعه بنحدد لها ميعاد سحب البويضه. ميعاد سحب البويضات ده بيتم عن طريق المهبل زي ما احنا شفنا الصور اللي قبل كده، بنسحب البويضات خارج الجسم. بيشوفها طبيب المعمل يقول لنا مثلا البويضه دي جيده ولا لا، بيشوف عدد البويضات بيحطهم في الحضانه، ويبدا ناخد بقى ساعتها بنتعامل مع الزوج. ناخد العينه من الزوج، ازاي بناخد العينه من الزوج؟ يا اما بنخليه يجيب لنا عينه في كاب عاديه جدا، يا اما لو كان ما عندوش حيوانات منويه، في بعض الاحيان الزوج ما بيكونش عنده حيوانات منويه خالص، بنضطر ان احنا نفتح الخصيه في نفس اليوم دوت ونستأصل الحيوانات المنويه من الخصيه. ناخد الحيوانات المنويه من الخصيه ونحضرها برده نفس الحاجه، او بناخدها من العينه اللي عندنا وبنحضرها وننتقي افضل الحيوانات المنويه. وهنا بقى يتم دور المعمل، هل هو هيقرر هل هيعمل اطفال انابيب ولا حقن مجهري؟ لو احنا عندنا عدد كبير جدا من البويضات عند السيده والحيوانات المنويه عددها جيد وكل حاجه، ممكن بنقسم البويضات لقسمين، قسم بنعمله اطفال انابيب وقسم بنعمله حقن مجهري. طب ليه بنعمل حقن المجهري حتى في الحالات العاديه؟ لان عشان نضمن حدوث الاخصاب، لان دي تقنيه اعلى شويه من اطفال الانابيب، فعشان قادر نضمن حدوث الاخصاب بنعمل يا اما اطفال نعمل حقن مجهري ونحقن البويضه الحيوان المنوي داخل البويضه بحيث ان احنا نضمن حدوث الاخصاب، فبالتالي نزود فرصه حدوث الحمل. طيب احنا معانا منال. منال اتفضلي. ازي حضرتك يا دكتور؟ ازيك يا منال؟ تمام الحمد لله. هو انا كنت عايزه اسال حضرتك، اختي هي حامل في الشهر الثامن، تمام؟ كويس. هو نزل عليها دم يعني شويه كتير، وبعد كده طبعا هي ريحت نفسها شويه يعني نمت على ظهرها وكده،
ووقف الدم شويه، بعد كده ابتدت تتحرك وتروح عملت سونار وكده، وسونار الدكتور قال لها ما فيش اي مشكله، المشيمه كويسه والنبض مظبوط. بس بعد ما ارتاحت تاني ورجعت من عند الدكتور وارتاحت على ظهرها، ابتدى نزل دم كم يعني حبه كمان. فهي مش عارفه دلوقتي تعمل ايه. اوكي، هي اول حمل ليها ولا والده قبل كده؟ لا هو تاني حمل. طب والده المره الاولانيه طبيعي ولا قيصري؟ لا قيصري. قيصري. طيب طبعا احنا لازم نشوف موضوع النزيف اللي هو في اخر الحمل، وده كان موضوع الحلقه بتاعتنا اللي فاتت. احنا لو نتذكر ان هو ايه سبب النزيف اللي ممكن يحصل، هو بيبقى انفصال جزء من المشيمه، او يكون مثلا حاجه مثلا موجوده عند عنق رحم ولا حاجه وحصل لها. فاحنا بنعرفها ازاي؟ بنعرفها عن طريق ان احنا نعمل اشعه تلفزيونيه نعرف بيها اذا كانت المشيمه متقدمه ولا لا، لان ديت بيحصل في 1% من السيدات ان المشيمه ممكن تكون مشيمه متقدمه موجوده عند عنق الرحم، فبالتالي بتؤدي الى النزيف المهبلي لما بيبدا الرحم بيكبر، فبالتالي المشيمه نفسها بتنفصل جزء صغير في الجزء السفلي من الرحم، وبيؤدي الى النزيف اللي بتعاني منه السيده. ده مهم ليه؟ لان في هذه الحاله لازم ان احنا ندي طبعا للزوجه حقن الكورتيزون عشان نعدها، لان ممكن يحصل ولاده مبكره لو النزيف ده زاد او حاجه، يضطر الطبيب ان هو يدخلها المستشفى ويولدها ولاده مبكره. لو هي المشيمه ما هياش متقدمه، يبقى ساعتها لازم نتاكد ان هو مواسم انفصال في المشيمه اللي هي في وضعها الطبيعي، لان لو دوت موجود ده ممكن يؤثر ان هو ممكن طبعا يصل يبان عندنا في صوره دم بسيط، وبعد كده دوت بيزيد ممكن يؤدي الى انفصال كبير في المشيمه، فبالتالي يؤدي الى ان يكون الجنين يتاثر والام نفسها تتاثر، لان ممكن يحصل نزيف داخلي. احنا معانا منى. ايوه يا منى اتفضلي. لو سمحت يا دكتور عايز اسالك سؤال. اتفضلي. لو سمحت انا حامل لسه ما كملتش شهرين. في الشهرين؟ اوكي. لسه ما كملتش شهرين. طيب. ومن 3 ايام كده في حاجات بني زي القهوه محروق. بتنزل. بس من غير الم. اوكي. ومش بتنزل دايما، يعني لما بروح الحمام بس. طيب هل ليها علاقه بالعلاقه الزوجيه او حاجه ولا ملهاش علاقه؟ لا ما حصلتش حاجه خالص. اوكي. طيب. فانا عايز اعرف اذا كان البيبي قاعد ولا مش قاعد. طيب انا هقول لحضرتك حاجه. عند شهرين لو نزل اي افرازات، نزل اي حاجه اللي زي اللي هي بتقول عليها ديت، لازم ان احنا نعمل اشعه تلفزيونيه. في شهرين لازم هيبان المفروض هيبان نبض، يعني هيبدا يبان النبض. النبض دوت يبان جنين الاول، يبان كيس الحمل ويبان فيه جنين ويبان النبض فيه عند الاسبوع، عند 7 اسابيع بيبان نبض. فاحنا المفروض ان احنا في الحل في المرحله اللي هي فيها ديت يبان النبض. تعمل اشعه تلفزيونيه، لو حتى اشعه تلفزيونيه مهبليه هيبان عندنا اذا كان الجنين دوت بصحه جيده ولا مش بصحه جيده. لو هو كويس ولقينا ان الحاجات البني ده ممكن يكون دم بقاله فتره طويله، بيبقى لونه بدل ما بيبقى احمر بيبقى لونه بني او مسود شويه، فده هو بيبقى غالبا نزيف بسيط. لكن يعني في الحاله اللي هي موجوده عندنا ديت غالبا ما بيبقاش فيه مشاكل قوي، لو حاجات بسيطه جدا يعني، وتعمل بس اشعه تلفزيونيه تتاكد. نرجع تاني لموضوع حلقتنا، وبنصل احنا دي وهنصل لختام الحلقة، بس عايزين ننبه على حاجة، ان بعد ما بيحصل اخصاب للحيوانات المنوية بالبويضات، الطبيب بيختار افضل الاجنة، بيختار افضل الاجنة، وممكن يختارها اليوم الثالث او اليوم الخامس اكوردنج لعدد الاجنة. يعني لو عندنا عدد كبير من الاجنة بننتظر لليوم الخامس نختار افضل الاجنة، وبننقل افضل جنين او جنين الى داخل الرحم، وننتظر 14 يوم علشان حدوث الحمل، وربنا يوفق ان شاء الله. وكده نصل لنهايه الحلقه بتاعتنا النهارده.